والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة. التفاصيل مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا إلهام نمر، شكرا أمير العقدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفة اقتصادية في نشرة التاسعة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرصه على المتابعة الدورية لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، والتي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لمجابهة ارتفاع الأسعار في عدد من السلع. لفت مدبولي في هذا الإطار وخلال اجتماعه لمتابعة موقف تنفيذ المبادرة إلى ضرورة التنسيق المستمر من أجل تذليل كافة التحديات التي تواجه عملية توفير السلع، خاصة بين مسؤولي الغرف التجارية والبنك المركزي لسرعة توفير المكون الدولاري. وخلال الاجتماع أشار مسؤول اتحاد الغرف التجارية إلى أنه على مدار الفترة الماضية ضخ شركاء المبادرة الكثير من السلع، وأكدوا على أن هناك توافقا على أن الوفرة في المعروض هي التي ستسهم في تحقيق توازن الأسعار في السوق. جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التأكيد على استمرار جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية ومتابعتها لما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات تتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة في مختلف المحافظات. وخلال اجتماعه لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، أكد مدبولي أن تلك المبادرة ستسهم في تحسين مستوى جودة الحياة لنحو 58 مليون مواطن بالقرى المستهدفة. في هذا الإطار كلف مدبولي بالاعتماد على المكون المحلي بمختلف المشروعات والتأكيد على أهمية تطبيق ذلك بشكل مستمر دعما لقطاع الصناعة الوطنية، وبما يحقق أهداف هذا القطاع المهم في جذب المزيد من الاستثمارات وإقامة المزيد من التوسعات لمشروعاته ولشركاته. أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن سعادته بانتخاب مصر عام 2022 رئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، وكذا نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال. خلال كلمته في افتتاح الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لإفريقيا وللشرق الأوسط والتابعتين لمنظمة الإسكو، أكد مدبولي في هذا الاجتماع أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول سبل التعامل مع التهديدات الخاصة بالتكنولوجيا المالية. اجتماع اليوم فرصة جيدة لتبادل الخبرات والأفكار حول التعامل مع المخاطر المالية والمخاطر التي ناجمة عن التقنيات المالية وكيفية يمكننا أن نحقق الاستدامة في القطاع المالي. سادتي، نحن نعيش في حالة تقنية متغير بسرعة، وأعتقد أن التكنولوجيا المالية والاستدامة والإبداع هم مهمين لتعزيز الشمول المالي وتوفير وصول عادل ومستدام للخدمات المالية للجميع في مجتمعنا. هذا يتطلب اقتصاد نامي متنامي، ومصر اعتمدت برنامج إصلاح اقتصادي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة الاقتصادية للزيادة من النمو. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شاركت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في قمة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا والتي تنظمها الحكومة الألمانية. القمة تهدف إلى تعزيز الحوار بين ألمانيا والدول الإفريقية ودفع التعاون الاقتصادي والتقدم في اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز الاستثمار الخاص والتجارة البينية بالقارة الإفريقية وتكثيف التعاون في مجال الطاقة.
أكد تقرير منظور التكنولوجيا المالية صادر عن البنك المركزي أن شركات التكنولوجيا المالية الناشئة المصرية نجحت في جذب استثمارات تقدر بنحو 800 مليون دولار خلال العام الماضي 2022، منها 437.7 مليون دولار قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في الأسواق الخاصة بالشركات الناشئة المصرية والتي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، و 358.8 مليون دولار استثمارات في رأس المال المغامر. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، ليرتفع بذلك رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق بنحو 7 مليارات جنيه، ليصل بذلك إلى مستوى 1.673 تريليون جنيه. هذا وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بما نسبته 0.6% ليغلق عند مستوى 24,774 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بما نسبته 1.58% ليغلق عند مستوى 4,933 نقطة. هذا وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان النسبية بما نسبته 1.24% ليغلق عند مستوى 7,244 نقطة. شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا والمدير الإقليمي بشركة بتروناس الماليزية توقيع بروتوكول تعاون بين شركة التعاون للبترول وشركة بتروناس مصر للزيوت لدعم الفرص المتاحة للتعاون المشترك ما بين الشركتين في مصر. هذا وأكد وزير البترول على أهمية الشراكة الناجحة ما بين الشركة الماليزية وشركة التعاون للبترول والمتمثلة في شركة بتروناس مصر للزيوت بما يحقق نجاحات للطرفين. انتهت مشاهدينا الكرام هذه جولة في أخبار المال والأعمال، ونعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع إلهام نمر وأميرة العقدة. شكرا لك مصطفى.